حجي عرفينا بحالك، اسمك، تاريخ ميلادك، من أي قرية؟ أنا اسمي فاطمة إبراهيم الخطيب، من قرية عبلين، قضاء حيفا. أي مواليد؟ مواليد 37. حجي احكي لنا هيك شوي عن عبلين. هي بالساحل على الجبل؟ عبلين بال حيفا بالضبط، بتوقف على التلة تبعت بلدنا. بلدنا عالية، بلدنا عالية وبراس تلة، وفيها الخير للجوعان تلة. بتوقف على الباب البيوت بتشوف بحر حيفا منها. ومشهورين بزراعة الزيتون والسمسم والخروب. كنتوا تزرعوا زيت الخيار، بندورة؟ بس للواحد، كل واحد يزرع باب بيته، ما يزرع ورده يعني، كل واحد باب بيته إله مونته بس. بالزيتون حجي عند مين كنتوا تعصروا أيامها؟ عنا ببلدنا معصرتين. لمين؟ واحدة لبيت الغزاوي وواحدة لناس مسيحية. بلدكم كان فيها مسيحية وفيها فيها مسيحية وفيها إسلام. بعدين مشهورة بالعنب كتير، ما في مسلم ومسيحي، يعيدوا مع بعضهن عيد المسيحية وعيدوا مع بعضهن عيد الإسلام، ما يفرقوا هذا مسلم وهذا مسيحي. ما كانت موجودة هالشغلة؟ لا 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 لا، في عرس للإسلام تيجي كل المسيحية، في عرس للمسيحية تروح كل الإسلام. قبل سنة 48 كان في شيء هيك بطولات لعبلين سوتها ضد اليهود؟ أي كلهم ثوار كانوا، في منهن عمي سعيد، وفي منهن يوسف الحاج، وفي منهن كلهن كانوا ثوار. هدول كان معهن سلاح؟ معهن سلاح. ايه. حجي كيف بلش الضرب عليكم؟ ما شفنا ضرب احنا. في طمرة قدامنا مش بعيدة، كانوا يروحوا لها مشي. ايه بلش الدب فيها، احنا طلعنا ما سمعتوا الدب طمرة؟ طلعنا انسحبنا، طلعنا دشرنا كل شيء بالأرض، القمح، الشعير، السمسم، كله دشرناه بالأرض. كان الدنيا صيف وطالع الموسم، وطلعنا ضلينا 7 أيام على الطريق ماشيين من بلدنا للبنان. ايه مطرح ما تغيب علينا الشمس ننام. أول شيء وين رحتوا بعد عبلين؟ وين أول بلدة رحتوا عليها قعدتوا فيها؟ ما قعدنا ولا ببلد، ماشيين في ليل من الليالي أغربت علينا الدنيا، فقنا الصبح لقينا حالنا نايمين بتربة. ضلينا ماشيين لصور، بصور استقرينا. كله هذا ماشي على الإجرين؟ كله على الإجرين، كنا 3 بنات وولدين مع أبوي، ومش بس إحنا، ناس كتير كانت معنا. لا ما بدنا مصاري ولا بدنا شيء، خلينا نروح ننصب خيمة تحت الزيتونات ونشم ريحة ترابها، لأنه ناس كتير يا ابني ماتت بحصرتها.